سيما الاتفاقيه الاهم يعني دعم المقاولات او دعم الاستثمار المستثمرين في الاتفاقيه الفرنسيه كذلك تواكب بطاقه الاستثمار والتعاون الفرنسي في بطاقه الاستثمار السهل كذلك من جاف حق من جاف بالنسبة لنا هو بيكون مشروع جد مهم وكذلك هي الميناء التجاري ديال ديالنا لأن ممكن تنتمي بعض الاستراتيجية لا تنمية اقتصادية بدون استراتيجية مينائية قوية بالتالي خصصنا واحد البناء في مالي جد مهم لإعادة تدهير الميناء ديالنا الميناء التجاري في المجال الاجتماعي واللي باش نكريس المضامين ديال الدولة الاجتماعية خصصنا واحد البناء في مالي جد مهم بالنسبة للتهنئة لأن هي ركيزة جد مهمة بين المضامين ديال الاجتماعية كذلك مشروع كبير ديال الحكومة ديالنا وبالتالي خصصنا غير في مالي لإعادة تأهيل منظومة التعليم في جميع الجوانب كذلك الصحة هي بغلاف مالي يعني تقريبا 60 مليون درهم لإعادة تأهيل المستشفى الجهوي المستشفى الحسن الثاني وكذلك في المجال الرياضي كذلك تم يعني رصد غلاف مالي جد مهم لمقاربة يعني نوعية فيما يخص المنظومة الرياضية غادي تشمل يعني إنشاء ملاعب الكرة في جميع الملاعب الكروية ديال الجهة وكذلك دعم يعني جميع فئات الرياضة وآخر مطاف آخر محور يعني تم التصويت والتداول على الجانب البيئي هو بالنسبة لنا ركيزة جدا مهمة البيئي فيما يخص حرب شكل مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس نصا اليوم كنحضروا واحد يعني المصادقة على اتفاقية الشراكة ما بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وبين جهة سوس نصا هذه الاتفاقية بطبيعة الحال اللي هي كتسهر عليها الولاية ديال الجهة هذه الاتفاقية اللي كتشتغل على توسيع العرض المدرسي الاشتغال على مشاريع مهيكلة الاشتغال أيضا على الابتكار على التميز على الانفتاح على مشاريع متجددة على انطلاق حقيقية للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية بتمويل إضافي من الجهة بطبيعة الحال هذه الشراكة اللي يعني تفوق 3.5 ديال المليار ديال الدرهم هذه الاتفاقية غتمكننا في التسريع لإنجاز المشاريع المبرمجة على متعددة السنوات وبهذا غنكونوا كنزلوا المشاريع اللي يمكن نزلوها في 4 سنوات 5 سنوات بهذه الاتفاقية يمكننا نزلوها في غضون سنتين أو أقل بالمجهودات ديال الشركاء ديالنا غير نوع العمل اللي كتقوم به الجهة هذا الانفتاح على القطاعات الخارجية الانفتاح على المشاريع يعني التنموية وحنا كجزء من هذه التنمية الجهوية والتنمية الوطنية التربية الوطنية الآن يعني راها واحد الشق تنموي بامتياز دائما أقول أن لا تنمية بدون الرجوع إلى المؤسسات المغربية وحنا الآن كنشهدوا واحد الإجماع على يعني المصادقة على هذه الاتفاقية وهذا ينم على واحد الحس واحد الوعي بأهمية ودور المؤسسات التعليمية اللي كيفرحنا كثيرا كيخلينا نجتهدوا ونعطيو يعني الأشياء اللي في الخيمة ديال الجهة ديال سوس نصا اليوم الدورة ديال المجلس الجهوي سوس نصا دورة استثنائية واستثنائية بكل المقاييس استثنائية من حيث الظرفية ديالها ولكن استثنائية كذلك المحتوى ديال جدول الأعمال ديالها جدول الأعمال غني كما شفتوا لا كما ولا كيفا ولا في النوع كما شفتوا تقريبا 68 نقطة وما يقارب 100 موضوع و100 ملف اتفاقية كاين نقاط جدول الأعمال اللي كيضموا عدة اتفاقيات واللي كتمشي من الاختصاصات الذاتية ديال الجهة العلاقة بالاقتصاد وبإعداد التراب مرورا بالتربية والتكوين بالصحة بالثقافة بالرياضة بغيرها من الانشغالات التنموية اليوم إلى كان ضروري نتكلموا على أبرز ما يميز جدول الأعمال
هو الاجماع والالتفاف ديال الجميع اغلبيه ومعارضه حول هذه المشاريع. علاش؟ لانها تجسد حقا الموجه الاولى من المشاريع، تنفيذ المشاريع اللي جاوا في برنامج تنميه الجهه، موجه اولى اللي هي كتحمل عنوان ديال النفاذ العمق الترابي ديال الجهه، النفاذ للمدن ديال الجهه ولكن للقرى ديالها كذلك، ماشي غير المركز الجهه. عنوانها كذلك ان اليوم التنميه المندمجه، التنميه المستدامه، التنميه الشامله هي شغل شاغل بالنسبه للجهه. غادي نذكر فقط بعض الشذرات، بعض الامثله من هذه المشاريع. يكفي نتحدثوا على اتفاقيه اطار ذات بعد، ذات حموله تنمويه كبيره اللي مرتبطه بالتربيه والتكوين والرياضه، 300 مليار سنتيم، اتفاقيه تحمل في طياتها الاهميه والاهتمام اللي عطيها الجهه للمنظومه التربويه والتكوين والرياضه، واللي هو اليوم موضوع الساعه على المستوى الوطني. اليوم الجهه كتقول انها، وهذا الشيء كيتزامن من الصدفه التعيين ديال الوالي الجديد اللي جا للجهه من اللي عنده ماضي في منظومه التربيه والتكوين والفعل الاكاديمي. كذلك على مستوى اعداد التراب، العدد ديال اتفاقيات الشراكه اللي كتعني اما التطهير اما التهيئه الحضاريه ولا الحمايه من الفيضانات، اللي اليوم مختلف الجامعات الصغرى والكبرى في الجهه كيلتجئوا لمؤسسات مجلس الجهه باش يلعب دور رافع ودور داعي. كاين كذلك مشاريع اللي منصول بالاختصاصات ديال الجهه، اللي هما الانخراط في المشروع ديال التسريع الصناعي في دعم واحد العدد المشاريع في الصناعه، في السياحه، في الفلاحه، في تدبير الماء. وبالتالي فاليوم اذا كنتكلموا على دوره استثنائيه انها ماشي عاديه وفق القانون التنظيمي، ولكن استثنائيه كذلك وفق هذه المنطلقات وهذه المخرجات.